ما رأيكم فيما يقول أو فيما يقول أحد من يدعي العلم أن الله نازل طوال العام؟ لا يجوز أن يقال على الله بغير علم، لا يقال على الله بغير علم، يقال ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، كل ليلة لا يقال طوال العام. منين جبت الكلام هذا؟ نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وأنا قلت لكم لا تحدثون أشياء من عندكم، يكفيكم ما قاله سلف هذه الأمة وأئمة أهل السنة والجماعة، اقتفوا أثرهم يكفيكم. وابن مسعود رضي الله عنه يقول لا تبتدعوا فقد كفيتم. نعم.